السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها لمناقشة استئناف التحالف لغاراته في اليمن بعد اتفاق ستوكهولم. إذن أعلن التحالف أنه دمر أهدافا تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، بينها منشآت تضم طائرات من دون طيار. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، قال إن المقاتلات الحربية نفذت عملية نوعية استهدفت 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة من العاصمة. وأضاف أن الاستهداف جاء بعد عملية استخباراتية دقيقة شملت رصد ومراقبة نشاطات ميليشيا الحوثي وتحركات عناصرها. وأكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين. مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يمكن القول أن اتفاق وقف العمليات العسكرية الذي اشترط في ستوكهولم انتهى فعليا؟ وهل العودة الجديدة لعمليات القصف الجوي يمكن أن تمثل مفتتحا لعام جديد من الدمار واللا حسم؟ قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير. تدشين للعام 2019، هكذا يمكن وصف الغارات الجديدة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على العاصمة صنعاء مساء الأحد. الملفت في الغارات أنها أول عمل عسكري جوي يقوم به التحالف بعد اتفاق السويد الشهر الماضي، الذي اشترط لإتمامه إيقاف العمليات الجوية للتحالف مقابل إيقاف الميليشيا الحوثية لقصفها الصاروخي وطائرتها المسيرة على مناطق الحدود السعودية، وهو ما تم واستتب خلال الفترة التي أعقبت لقاء ستوكهولم، إلا أنه لم يستمر طويلاً. في التعليق على هذه العملية وأهدافها، أعلن التحالف أنه دمر أهدافاً تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، بينها منشآت تضم طائرة من دون طيار. وقال المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي إن المقاتلات الحربية نفذت عملية نوعية استهدفت 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة من العاصمة صنعاء، مضيفاً أن الاستهداف جاء بعد عملية استخبارية دقيقة شملت رصد ومراقبة نشاطات ميليشيا الحوثي وتحركات عناصرها. وأكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، ذلك ما قاله التحالف. والواقع أن أقوالاً كثيرة تلت غارات التحالف، لكن النتائج لم تكن بذلك الحجم، ولكل بات على يقين ربما أن عمليات التحالف الجوية عجزت عن إحداث ضرر كبير في قدرات الميليشيا التي أصبحت تتمتع بقدرة كبيرة على المناورات العسكرية بعد 4 سنوات من القصف الجوي المكثف، علاوة على أن القصف الجوي فاقم من آثار الحرب الكارثية على البلاد والمدنيين. ليبقى السؤال الأهم الآن، هل ستكون هذه العمليات مفتتحاً لعام جديد من القصف والدمار؟ ذلك ما لا يأمله أحد. إذن نبدأ نقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا وسهلا نور، حياك الله. أهلا بك سيادة اللواء. يعني ما الذي تمثله هذه العودة لعمليات القصف الجوي؟ هو في الحقيقة ليست عودة بمفهوم العودة، لأنه العمليات الجوية لم تتوقف، يعني في حتى في العملية ضمن وقت العملية السلمية في السويد أو المشاورات في السويد لم تتوقف، لأنه العمليات العسكرية لو تتوقف للحظة من اللحظات أنا أقول لك يمكن يتفاقم الوضع ويصبح أسوأ مما هو عليه، لكن ما حدث يوم أمس هو استمرار في متابعة وجهود ونشاطات الحوثي فيما يخص التخزين وإعادة بناء القوة الصاروخية والطائرات المسيرة عن بعد، وكذلك إعادة بناء الورش ومخازن الأسلحة وإلى آخره. ممكن تقول أن الضربة أمس كانت موجعة، أي نعم ضربة موجعة، لأنه أولا كان يعني في فترة طويلة قوات التحالف لم تقم بعملية عسكرية نوعية بهذا الشكل، بغض النظر عما حدث في العند. ولو أننا أرجع المسؤولية أنه السيطرة على الأجواء في اليمن وفي مسرح الحرب كلها ترجع إلى قوات التحالف، بمعنى أنه أي شيء يطلع من صاروخ من طائرة بدون طيار
هي مسؤولية طيران التحالف في أول الأمر. نعم. ولكن العملية يوم أمس كانت عملية مركزة لإعادة خلينا نقول لك إعادة تقييم بنك الأهداف مرة أخرى وإعادة جدولة بنك الأهداف مرة أخرى. نعم. وأيضا يعني يجب أن لا ننسى أنه هذا عمل استخباري موفق، وأعتقد أنك يعني يعني لكن سيادة اللواء هنا نقطة مهمة، يعني بالنسبة للعمليات العسكرية هو بالأمس وقبل الأمس وأيضا قبل أن يجتمع الأطراف في ستوكهولم، يعني هناك ربما عمليات قد يعني تكون ذات أهمية بشكل يومي، ولكن لماذا يعني كانت العملية يوم أمس بالتحديد؟ هل يعني يمكن القول أن اتفاق ستوكهولم انتهى فعليا وانتهت التفاهمات في مسألة أن التحالف يعني يوقف عمليات الطيران مقابل أن يوقف الحوثي ضرب الصواريخ وأيضا يوقف إطلاق الطائرات المسيرة؟ لا لا لا، المفهوم عملية السويد وحضرتك متابع ودائما تستضيف ضيوف مستوى كفاءات عالية، حي قناتكم على هؤلاء الضيوف وعلى يعني متابعتكم بغض النظر عما تحاول أن يعني تطرحه. نعم. عملية أو العملية السلمية في السويد تخص ميناء الحديدة لإيصال المساعدات. نعم. الإنسانية إلى اليمن. بالأمس أو قبل أمس تحدث السيد مارتن جريفيث في تصريح خفيف كذا وقال بأنه إذا نجحت العملية السلمية في السويد واستطعنا أن نفهم أو نرسخ مفهوم العملية السلمية فيما يخص انتشار القوات وإعادة انتشارها وإيقاف السلاح أو إيقاف القتال في الحديدة قد يطبق هذا على اليمن بأكمله. هذا ما هو مفهومي لاتفاقية السويد. لكن سيادة اللواء هناك إيقاف أو تغير في مسار الحرب منذ أن اجتمع الطرفان في السويد وما بعد، يعني تغير أيضا تعامل التحالف مع المعركة بشكل عام في اليمن، وهذه نقطة نعم أنا أؤيدك فيها جزئيا وليست يعني بشكل كامل. ليش؟ لأنه رأينا يعني بعد العملية أنا أسميها عملية قذرة فيما يخص العمد، لأنه هذا قتل قتل يعني. نعم. هي ليست عملية عسكرية بحيث أنه يا والله هنالك بمفهوم العملية العسكرية، لا هي يعني استغفال ومحاولة أو قتل بمعنى أصح. نعم. في خضم هذه في خضم تلك الحركة يعني طلب من التحالف، وكان وقتها السيد بومبيو موجود في المنطقة، وطلب من فخامة الرئيس وطلب من القادة الميدانيين بضبط النفس وألا يعني يكون هنالك الانتقام قد يفسد العملية السلمية. هذا جزئية أنا وافقك في الجزئية دي. نعم. ولكن لو نظرنا إلى مسرح الحرب في التقرير حقكم تكلم على البيضاء وتكلم على بعض المناطق في أعتقد في وسط اليمن أنه لا زالت العمليات العسكرية مستمرة حتى في ظل يعني العملية. هو فقط ركزنا سيادة اللواء على مسألة العمليات العسكرية يعني عمليات الطيران الحربي ربما منذ أن انتهى أو شمع الطرفان في ستوكهولم، يعني شهدنا تغير كبير في مسار عمليات الطيران في اليمن، هذه النقطة التي يعني أردت إيضاحها. ما أنا فاهم عليك يعني، أنا بس أنا أقول لك أنه توافقا مع الأحداث الحاصلة يعني لنهدئ العمليات العسكرية. نعم. لنعمل أو نفتح باب للعملية السلمية ولنذهب بعيدا ونرى قد نكون أو نخرج بمفهوم جديد. وضحت الفكرة سيادة اللواء، ابقى معي سأشرك معنا في الحديث الخبير العسكري اليمني عبد العزيز الهداشي، سينضم إلينا من الرياض. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز، يعني هل يمكن القول أن العمليات الجديدة ستمثل بداية لعام آخر من القصف المستمر وعملية اللا حسم يعني الحاصلة منذ أكثر يعني منذ ما يقارب 4 أعوام؟ هي ربما فشل اتفاق السويد وبالنسبة لما يخص من الحديدة واستمرار المعارك دون أي أفق سلمي للحل، حتى الآن لا يوجد أفق سلمي للحل، فمعنى ذلك أنهم مستمرون في عام جديد من الحرب، السنة الخامسة يعني على تطرق أبوابها.
نعم. وهذا احدى اطوار الحروب في المنطقه العربيه بشكل شامل، اذا ما استثنينا الحرب العراقيه الايرانيه السابقه. الان الحرب لها 4 سنوات، وبنك يعني والعمليه العسكريه الجويه التي قامها التحالف العربي امس، كاننا نبدا العمليه العسكريه لاول مره. فبنك الاهداف المستهدفه قاعده الديلمي قبل انها دين بقر الفرقه، فطبعا مناطق تم استهدافها سابقا، ولا اعتقد ان الحوثي بهذا الغباء ان يقوم بتخزين مواد مسلحه يعني اسلحه او القيام بتصنيع عسكري في مناطق معرضه للاستهداف بشكل مستمر. نعم. ربما قد تكون هناك اهداف جديده قصفت امس، اذا كانت المعلومات الاستخباراتيه دقيقه فقد تكون يعني. سيد عبد العزيز، هل نستطيع القول ان يعني العمليه العسكريه التي حدثت يوم امس يعني جاءت كما صرح التحالف انه تم اصابه اهداف دقيقه في العاصمه صنعاء، ام ان يعني اننا يمكن ان نعتبر هذه التصريحات في سياق انها يعني تصريحات تمثل التحالف، ولكن ما حدث بالفعل هو يعني اعلان عن تدشين جديد للعمليات العسكريه او عمليات الطيران في اليمن؟ شوف، من الناحيه العسكريه اي حرب جويه لا يواكبها تقدم بري او حركه بريه او معارك على الارض، فربما تفقد اهميتها بشكل كبير. لا، العمليات العسكريه التي دشنها التحالف امس، انا اتمنى ان تكون قصفت وفقا لمعلومات استخباراتيه دقيقه، ولكن الحوثي سبق وان وفي صنعاء نفسها امتص عشرات الالاف من الغارات، فبالتالي الغارات من الناحيه العسكريه في الوقت الحالي قد يكون غرضها اعلامي او غرض اخر، لكن كونها مؤثرة على الواقع العسكري فلا أعتقد أنها مؤثرة، وليس لها أي قيمة عسكرية حاليا. الغارات الجوية حتى الطيران بشكل عام، إذا لم يكن هناك تقدم على الأرض في جبهات ملتحمة، مثل جبهات قانية، مثل جبهات نهم، مثل جبهات الجو، هناك مجال حتى الناس منتظرة تقدم على الأرض. أما قصف الطيران فأعتقد أن الناس يعني أصبح عمل روتيني أكثر ما هو عمل عسكري بحت. أنا أتمنى على دول التحالف العربي أن تدعم حركة إحدى الجبهات، وهذه الجبهة الكثير على الأرض. يعني أعطيك على سبيل المثال طائرة مروحية هيليكوبتر أو طائرتين كثيرة بالتقدم 30 كيلو متر من منطقة دمشق إلى منطقة يرين. طيران عسكري يعني هيليكوبتر وليس الطيران الحربي العادي يشارك في جبهة قانية لمدة يوم أو يومين، قد يساعد في تحرير محافظة البيضاء كاملة. نعم. يعني قضية القصف أهداف داخل يعني مثلا قاعدة الديلمي، أنا أشرفت على جزء كبير من المنشآت فيها. نعم. قصفت يعني مئات المرات، لا أعتقد أنه أنا اشتغلتها يعني نفذتها أنا بصفتي مهندس مدني. لا أعتقد أن هناك أهداف عسكرية تستحق القصف إلى هذه الدرجة. قضية الطائرة المسيرة التي يقول التحالف وتقول الشرعية، لا أعتقد أن الحوثي يخزنها في مناطق مثل هذا. الحوثي منتشر في مساحات كبيرة أخرى، في جبال أخرى ربما لم تقصف، وبعد 4 سنوات من الحرب أجد أن الحوثي ما زال قادرا على تهديد قيادات الشرعية في المناطق المحررة، وقادر على إطلاق صواريخ باتجاه أراضي المملكة. أنا أعتقد يجب أن يتغير مسار الحرب إلى مسار بري بدل المسار الجوي. نحن أمام أطول حملة جوية في تاريخ البشرية. نعم. 4 سنوات، إذا لم يكن هناك مواكبة على الأرض فأعتقد أن نتائج الضربات الجوية مهما أدعى أي طرف أنه حقق أهدافه ولا، فأعتقد أنها تحصيل حاصل. نعم، إذا ابقى معي سيد عبد العزيز. أعود للواء محمد القبيبان. يعني سيادة اللواء، البعض يرى أن تصريحات التحالف كانت خلال 3 سنوات ماضية بأنه يعني يتم استهداف قواعد إطلاق صواريخ بين منطقة وأخرى بشكل مستمر. اليوم ويعني نحن في العام الرابع من هذه الحرب، والتحالف يصرح أنه يتم استهداف مراكز لإطلاق طائرات بدون طيار، واستمرار حالة اللا حسم المستمرة. يعني هناك البعض يرى أنه يعني إخفاق، نوع من الإخفاق في مشروع التحالف باليمن. لا، أنا ما أعيد أنك يعني نقطة إخفاق، هذه يمكن بالغت أنت أكثر من اللازم، لأنه الحرب دي وتذكر يعني في أول سنة كنا نتكلم على نوعيتها، كنا نتكلم على الأهداف الاستراتيجية
كنا نتكلم على من هو سوف ينهي الحرب، فأنا ما أؤيد نقطتك، ولكن خلينا نرجع للنقطة الأساسية. هو ليس رأيي الشخصي سيادة اللواء، ولكن البعض يتحدث أنه يعني كانت أكثر تركيز التحالف في الفترات السابقة على قصف قواعد الصواريخ ومراكز إطلاق هذه الصواريخ. اليوم يعني تطورت المسألة وأصبح التحالف يعني يتابع يعني أماكن إطلاق طائرات بدون طيار تستهدف التحالف وأماكن تواجده في اليمن. ربما المسألة تعتبر تطور لدى الحوثي وتراجع لدى التحالف في هذا الواقع. لا، لازلت أنا أصر على أنه يعني كلامك في يعني مع احترامي وقدر وقتك، لكن ليس فيه من الصحة إلا جزء بسيط، ألا وهو أنه الحوثي دائما يتجدد في الصناعات التقليدية في تهديد، لا زال هنالك تهديد. اللي يقول لك ما في تهديد، قاعدة العند كان أكبر دليل، إطلاق بعض الصواريخ إلى داخل اليمن إلى مناطق العمليات مسرح الحرب، معناته إنه لا زال قائم، لا زال هنالك من يقاوم التهديد. نعم. ويعني عمليات صعدة لا زال، لكن هذه هي الحرب. يعني الأخ عبد العزيز يعني مع احترامي لا يعني يتكلم بمفهوم، ما أدري، أنا سمعت إنه يقول إنه عسكر مهندس مدني، أحترم وجهة نظره. الحرب في اليمن يا سيدي الفاضل هو من يقوم بها الجيش الوطني وأبناء اليمن بدعم من التحالف. إن كان هنالك قصور فأنا ما أؤيد ما تذكرونه، لأنه جميعنا تابعنا الحديدة، هي يعني خلينا نقول مركز ثقة الرئيس، ولم يبقى إلا كيلومترات بسيطة، بغض النظر عما يقول الطرف الآخر، صدقني أنه كيلومترات بسيطة وتعود الحديدة إلى الشرعية. ولكن تكلمنا كثيرا مع حضرتك بأنه دائما المجتمع الدولي يراعي الحالة الإنسانية في اليمن، وخاصة أن الحوثي مستخدم المدنيين كدروع بشرية، لذلك يوقف الصراع بصورة عامة. لا بالعكس، أنا أشوف أنه التحالف يقص أو يقصقص أظافر الحوثي حيثما يذهب. نعم. اليمن جغرافية صعبة. لا خلني أكمل، أنت تطرح نقاط لا تقاطعني لو سمحت. نعم تفضل. اليمن جغرافية صعبة، الأماكن التي يخفي فيها الحوثي أسلحته موجودة، يخفيها في المساجد، يخفيها في المدارس، يخفيها في المستشفيات، ورأينا العديد من هذا النوع من العمليات الغير نظيفة التي يعني يقوم بها الحوثي فيما يخص الأسلحة. العملية العسكرية، معليش أخ عبد العزيز، أحترم وجهة نظرك وأقدر ما تقول، ولكن والله ما أعتقد أنه حتى في المفهوم العسكري ما تذكره صحيح. ليش؟ لأنه هذه التي يقوم بها الحوثي فيما يخص الصناعات أو بما يخص يعني تطوير قوتها الصاروخية، بالرغم من لا ليس لها نوع من الدقة وليس لها أي نوع من التأثير البعيد، ولكن نفسيا قد يقول لك والله أنا موجود. فهذه وجهة نظر، أنا يعني ما أيد الأخ عبد العزيز فيها. التحالف يتابع باستمرار ما يقوم به الحوثي. نعم. والحوثي لا يجب أن ننسى، يعني لا يجب أن ننسى هنالك 6 حروب استولى على خزينة الدولة. أنا أعلم أكثر منك بمقدرات الجيش اليمني قبل الصراع. الجيش اليمني يعتبر من 10 الأوائل إذا ما كان من 7 الأوائل في الجيوش العربية. نعم. تخيل امتلك هذا النوع من الأسلحة، يعني عن ماذا تتحدث أنت؟ تتكلم على رجل وضحت الفكرة سيادة اللواء، وضحت الفكرة. سأعود لأكمل معك من هذه النقطة، ولكن سأنتقل للخبير العسكري السيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني لعلك استمعت لحديث الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، هو يعني يوضح ان المعركه ليست بالسهله في اليمن امام التحالف، وان يعني طبيعه اليمن الجغرافيه هي من تعقد المعركه اكثر. استمعت انت لحديث اللواء ولك الحديث. طبعا المعركه في اليمن ليست سهله، لكن لو لاحظت دعني لا نحمل التحالف بقدر ما نحمل الشرعية والجيش الوطني. لدينا جبهات يمكن نعتبرها جبهات حسم أو جبهات تستطيع أن تضغط على الحوثي للوصول إلى حل عسكري. عندك جبهة نعم على سبيل المثال
لماذا هي واقفة؟ واقفة منذ نحو 3 سنوات، وهذا الجبهة جبهة استراتيجية مهمة. نحن لا نحمل التحالف، ما نحمل الشرعية والجيش الوطني في هذه المنطقة، لماذا لا تتحرك هذه الجبهة على الأقل للوصول إلى نقيل بن غيلان؟ ثانيا بالنسبة لجبهات الجوف، كان يفترض أن تتجه جبهات الجوف غربا باتجاه المصلوب والمطمة والوصول إلى محافظة عبران، ومحافظة عمران هي إحدى المحافظات التي تمد الحوثي بالمخزون البشري من المقاتلين. التركيز على جبهة قانية، جبهة قانية الشرعية دفعت لواء واحد ضعيف عسكريا من حيث نوعية التسليح، كان يفترض دفع 4-5 ألوية إلى هذه الجبهة والوصول إلى عفار، وفي حال تقدمت 40 كيلو متر فقط إلى عفار تكون محافظة البيضاء محررة بالكامل. نحن على سبيل المثال لا توجد استراتيجية لدى قيادة الشرعية ولدى الجيش الوطني. لكن هناك سيد عبد العزيز كلا الطرف يحمل الآخر، يعني التحالف يقول هذا الأمر بيد الجيش الوطني والجيش الوطني هو صاحب القرار، والجيش الوطني عندما نتحدث على هذه الجبهات نهم وغيرها من الجبهات يقول أن القرار هو بيد التحالف العربي في الأول والأخير. يعني نحن كيمنيين لا ننكر دعم التحالف للشرعيه، لكن نحن نحمل الشرعيه بصفتها الممثل قدام الشعب اليمني وهي المسؤوله امام الشعب اليمني. التحالف العربي، دور التحالف العربي دور داعم ودور ساند لقرارات الشرعيه وليس العكس. نحن نحمل الشرعيه، القصور في الشرعيه، وهذا بالنسبه لي انا احمل الشرعيه ذاتها، لكن قد يكون هناك سوء في التنسيق. دعني أخبرك بخبر آخر، لا يوجد غرفة عمليات واحدة ترسق المعارك بحيث تحرك الجبهات تحرك جميع الجبهات في آن واحد. تشتعل جبهة دمت وتتوقف باقي الجبهات، تشتعل جبهة قانية حتى على مستوى محافظة البيضاء، لدينا محور الملاجم ومحور قانية، يشتعل محور قانية ويتوقف محور الملاجم، وكان يفترض أن تتحرك الجبهتان في آن واحد لإرباك الخصم. لا القصور هذا آتي من الشرعية، الطيران هو بعيد عن هذه الجبهات يعني إلى حد ما، لكن القصور هو في أداء غرفة العمليات حق الشرعية، وبالتالي طالت الحرب الجد من اللازم. الحوثي ضعيف ومنهك في أغلب الجبهات. دعني أقول لك، عندما كادت أن تسقط دمت قبل شهرين وقفت جميع العمليات العسكرية على مستوى الجمهورية، كأنهم يقول لك أو كأن قيادة الشرعية تقول للحوثي حرك من بقية الجبهات إلى دمت استعادة دمت، وبالفعل هذا ما حدث. على مستوى جبهة الجوف قلت لك ليس هناك خطة استراتيجية، ذهبوا لتحرير مديرية مساحتها 30,000 كيلو متر مربع اسمها خب والشعب، وهذه المديرية الصحراوية مترامية الأطراف، لا يمثل تحريرها أي استراتيجية في الحرب. أنا لا أتهم التحالف دور داعم وساند، لكن أتهم الشرعية كونها الممثل والمسؤول أمام الشعب اليمني. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري السيد عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض. أعود إليك سيادة اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء، يعني قد يعني نتفق أنا وأنت وأيضا الكثير من المحللين أو الإعلاميين بمسألة أن يعني صعوبة الحرب في اليمن والطبيعة الجغرافية للحرب، ولكن هناك أناس في الداخل وهم يعني عامة الشعب، يعني الأزمة تتفاقم بشكل كبير، وأيضا يعني أيضا المجتمع الدولي لو ركزنا على هذه النقطة هو ينظر لما يدور في اليمن من جانب إنساني، قد يكون هناك نوع من الاستغلال للجانب الإنساني بما يضر التحالف، ولكن هنا أيضا مشكلة كبيرة، يعني 4 أعوام والمعركة ما زالت قائمة، ويعني النهاية ليست واضحة. لا، ليس بالضرورة أن النهاية ليست واضحة إذا تعاون الحوثي ورجع إلى عقله وصوابه. يعني لن يرجع، هذه من المسلمات باتت، يعني الحوثي معروف ومعروف الطريقة والعقلية التي يتعامل بها. أنت تسأل وتجاوب. لا، هذا الواقع سيادة اللواء، يعني الحوثي مسألة التراجع هذا الأمر يدركه يعني معظم اليمنيين، الحوثي ليس بالجماعة التي يعني تتراجع وتقبل بالتفاهمات.
يعني هو طيب. مضيعة للوقت ما يحدث، وأنت تعرف هذا الأمر. ما قدمه التحالف، أو خلينا نقول ما قدمته الحكومة اليمنية في السويد، أنا أعتقد أنه كان مفترق طريق أو طريق يؤدي إلى العملية السلمية، وذهبوا جميعا وتصافح الأيدي رئيسي فريق المشاورات. هذا النقطة الأولى، فمعناته أن هنالك أمل لفتح الطريق، خلينا نقول لك السلم والتعاون، ومن ثم نذهب إلى مفاوضات أخرى. وجدنا زي ما ذكرت أنه لن يتعاون الحوثي. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يمكن هذا هو السؤال، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نعم. برأيي الشخصي، أنا برأيي الشخصي هنالك أولويات ثلاثة يجب أن يقوم الجيش الوطني مع ومدعوم بالتحالف في هذا الأمر، ولإنهاء هذه الأزمة ولإنهاء هذه الحالة الإنسانية. أولا، ترى الحوثي زي ما قال السيد عبد العزيز، ترى ليس بالقوة اللي العالم تتصورها. يعني أنا أقول لك في منطقة مفتوحة، أنا من الناس اللي أول ما بدت عمليات تحرير الحديدة كنت ما أتمنى أنه يوقف لو حتى يروح ضحايا مدنيين، لأنه الألم حيكون أخف مما هو الآن فيه. يعني هذه نقطة. فثلاث أشياء أو ثلاث مرتكزات رئيسية في الحرب اللي أنا شخصيا أراها. أولا، فيما يخص المنطقة الاقتصادية ألا وهي الحديدة، ثم نأتي للمنطقة التي تهدد حدود المملكة العربية السعودية بصورة مباشرة اللي هي صعدة، ثم رمزية صنعاء كعاصمة. الآن لننتظر ونرى ماذا سيحدث بعد هذه المشاورات وهذه المهاترات وهذا التجاذب فيما يخص الحديدة، لنرى ماذا يحدث عندما يأتي 72 فريق أو 72 مراقب ويقدموا تقاريرهم. لأني أنا لن أعتقد أن فخامة الرئيس هذه سوف يدع الأمر أكثر من كذا، وإلا سوف تنقلب الحالة على الجيش الوطني، لأنه اليمنيين لن يرضوا بهذه الحالة إلا لأنه قد يكون في هنالك أمل. نعم. هذا أنا ما أتوقع. نعم. لأن هذه آخر فرص السلام وآخر الفرص التي أستطيع أن أقول أعطيت للحوثي، لعل وعسى أن يأتي إلى الطاولة وتنحل المشكلة بين الفرقاء اليمنيين. ولكن إذا لم، أنا أؤيد الأخ عبد العزيز أن الجبهات لابد أن تشتعل. والله نعم، أنا من الناس اللي أضايق اللي توقف الحرب فترة وتنشط الحرب فترة، وفي جبهات وكثير من محافظي بعض المحافظات تكلم بالكلام اللي انت قلت له بنفسك، انه والله هنالك تحديات يواجهونا فيما تخص التقدم لانهاء موضوع فرضة نهم، وانهاء موضوع مثلا مأرب صرواح والى اخره، وكذلك البيضة والمناطق وسط اليمن. انا معك في هذا الموضوع. لماذا لا وطرحت انا السؤال ده كثير على قادة، على معالي وزير الدفاع ورئيس الاركاب وحتى سمو الأمير فهد قائد يعني قوات المشتركة في العملية إعادة الأمل. نعم. لماذا تتوقف الجبهات؟ رأينا أنه فعلا هم ينظرون إلى الحالة السلمية، الحالة الإنسانية في اليمن. نعم. ولكن أنا أعتقد أكثر من كذا، أنا معك، لابد أن تشتعل الجبهات، لأن الحوثي ليس بالقوة التي يتوقعها الجميع، سواء أنه عمليات قتل، قنص، تفجير. يعني ما أعتقد أنه اليمنيين لن يكون لديهم الجيش الوطني الدافع للقضاء عليه. 5% يبي يتحكم في 28 مليون. نعم. يعني يجب أن يفهم هذا الحوثي ومن يدعم الحوثي أنه اليمن لم يستطع من أيام البرتغاليين وما قبل البرتغاليين أن يسيطر عليه أحد، فلا يعتقد الحوثي بأنه سوف يسيطر على هذا المجتمع. حتى إيران يعني ودعمها للحوثي لا تتوقع بأنها سوف ترحب من الشعب اليمني، بغض النظر هنالك دعم من التحالف وإلا لم يكن دعم. ورأينا هذا ما حدث. وضحت الصورة. الستة الماضية. وضحت الصورة سيادة اللواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وأشكر أيضا ضيفي الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.